معايير التحول إلى 3 فصول دراسية بجامعة شقراء. الجدير بالذكر فإن وزارة التعليم مشكورة قامت بعمل سلسلة من ورش العمل واللقاءات بمشاركة الجامعات حول المملكة لدراسة هذا النموذج الواعد إلى أن تم الانتهاء منه، وأرسل للجامعات دليل استرشادي وأعطيت فيه الجامعات الخيار أو عدة خيارات لتطبيق هذا التحول، واتجهت جامعة شقراء للنموذج الثاني، وهذا النموذج يركز على بقاء الوحدات التدريسية مثل ما هي بدون تغيير مع زيادة الساعات العملية، وبكل تأكيد فإن هذا النموذج سيكون من صالح الطالب وعضو هيئة التدريس بالجامعة لزيادة التحصيل العلمي مع إمكانية الانتهاء من البرنامج خلال فترة زمنية أوجز بإذن الله.